وراح ننتقل لأولى فقراتنا معكم، حيث يقال بأن الفن لغة الشعوب على مر العصور وإبداع يحاكي الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا ما يجسده الفنانون التشكيليون في لوحاتهم الفنية التي تستخدم كوسيلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر. وقد استخدم مصطلح الفن التشكيلي للتمييز بين أعمال الفنانين الإبداعي، حيث شمل الفن التشكيلي قديما كلا من الفنون الرسم والنحت والعمارة والموسيقى والشعر. طبعا لما بنقول عن الحداثة وكيف أثرت على الفن التشكيلي، يمكن قل الاهتمام بالذوق الرفيع والتركيز على الجماليات، وصار الموضوع يمكن بيركز أكثر على المفاهيم. بنحكي عن الفن التشكيلي بين الماضي والحاضر، والفنان التشكيلي أيضا بين الماضي والحاضر. أكيد بيسعدنا نستقبل الفنان التشكيلي بشير بشير. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، يسعد صباحك أستاذ. خلينا بالبداية نحكي عن فن تشكيلي قديم، كيف كان يتبع وشو كانت المدارس يلي متخصصة فيه؟ الفن عموما هو من بدايته، يعني أول فنانين ما انطلقت من الطبيعة. الطبيعة هي مدرسة الأم كانت لأي فنان، من ناحية الألوان والتوازن والرؤية البصرية. رجعت تطورت هاي، يعني الحالات بتطور الأشخاص، هاي الأشخاص يوم تطورت تطور الفن، يعني كلك هي شبكة مشتركة مع بعض. وصلت لمرحلة المدرسة الواقعية اللي كانوا إنه بالبداية إنه أي شيء يشوفوه ينقلوه مثل ما هو. بعدين صار في تطوير للانطباعي، للتجريدي، للحالات الإبداعية، للسريالية، يعني هي مدارس عديدة. هاي المدارس كلها من على مر الشعوب، يعني المدارس هي تطورت، كل جيل كان يطلع بنمط خاص وفكرة جديدة وموضوع جديد، يعني يحور الشكل من شيء إلى آخر. هذا الشيء ولد أنه صار في حافز وفي تنافس، وتنافس فني وتنافس بصري بنفس الوقت، أنه هذا الفنان عمل مثلا، إذا نذكر عدد من الفنانين، من رينوار، ليوناردو، بيكاسو، ماني، موني، الفنانين الانطباعيين، كل فنان له نمط خاص. هاي الأنماط تطورت لحتى وصلت بالنهاية لفكرة معينة، إنه صار الفنان يلم بكافة المدارس. طبعا الفنان المخضرم عم بحكي أنا، مو الهاوي، يلم بكافة المدارس، اشتغل على كل المدارس، بالأخير أخذ منحة خاص وأسلوب خاص له. يعني كل المدارس اللي مرت مع الفنان تمت ضمن الذاكرة، بالأخير انقاد إلى تجربة خاصة فيه، خبرة أنه أنا استخلصت من كل هاي المدارس التجربة هاي وانطلق منها. هلأ بتشوفي دخلت على الحداثة، هي الحداثة أنه في تطور صار. يلي أنا عم شوفها مثلا، الطاولة هاي كنت شوفها برؤية مختلفة، اللي عم شوفها برؤية تختلف عن أول. هذا هو الفرق، بس هي مدرسة واحدة من البداية للنهاية. إذا نحكي عن خصوصية الفنان بشير اليوم، شو اللي يمكن بيميزه عن باقي الفنانين؟ شو هو الأسلوب يلي بحب دائما يتبعه، إن كان باللوحات أو بأي عمل فني ممكن يقوم فيه؟ هلا أنا يعني أنا مسيرة حياتي تعتبر مثل أي فنان، اشتغل على كل شيء، على أي نمط، حاول إنه يلم بكافة العلوم، بكافة الثقافات الفنية، بالمطالعة، بالمتابعة، بمتابعة الفنانين، بزيارة المعارض، مشان دائما الذائقة البصرية هي الأساسية. لحتى أنا وصلت لمرحلة إنه لازم يكون في استقلالية بعملي. عملي هذا الاستقلالية فيه، أنا أخذت الخط العربي وظفته ضمن لوحة تشكيلية، يعني بين التكوين والخط، يعني صار في توازن مشترك بين الخط واللون ضمن تكوين معين ضمن اللوحة. يعني أنا الشيء اللي بشتغله ممكن يكون تجريد حروفي. خلينا نحكي عن الفنان بشير اليوم، شو هو أسلوبه بالتعبير عن فنه، وشو يلي بيميزه عن باقي الفنانين التشكيليين؟ أنا ما بتميز عن حدا، بالعكس أنا بشوف الفنانين أهم مني. بتلاحظ كل فنان لأنه له بصمة خاصة أو ممكن يكون مميز بشيء؟ إيه، هلأ التميز مو معناته التميز بحالات، التميز باللوحة. أنا لوحتي تختلف عن باقي الفنانين، إلى نمط خاص، تكوين، جرأة باللون، التوازن البصري فيها، أنا أقحام العناصر الغير مقروءة داخل اللوحة مع تكوينات، بتكوينات ممكن تكون تكوينات نحتية، فكرة عن تكوينات نحتية، تكوينات إسلامية،
شيء عن الأرابيسك، شيء عن يعني عن تراثنا، لوحتي تقريبا فيها هذا الشمول بشكل عام. لما بنحكي يمكن عن كل فنان واذا بدنا نقول البصمه الخاصه فيه، ما فينا نتجاهل قد ايه في تاثير ثقافات ويمكن تبادل ثقافات بين الفنانين، حتى لما بيكون اوقات كل فنان من بلد ومن ثقافه مختلفه. قد ايه حاولت استاذ بشير اليوم يمكن تكتشف او تتعرف على ثقافات ثانيه، فنانين سواء عرب او حتى اجانب، وشو قدرت انت تستخلص من هي التجربه؟ هلا انا قدرت مناطق كثير ودول كثير، وفي فنانين مهمين بالعالم، وبلدنا في فنانين مهمين. معظم الدول بيعتمدوا على التراث، يعني الفنان مصداقيته بتراثه، يعني بتلاقي اهم فنان باي دوله بالعالم بيروح على المصدر الاساسي لبلده، تراثه وبيئته، كيف نشأته، كيف ترعرع عاش بهذا المجال تبعه، بيوظف كل فنان الحالة الإنسانية اللي موجودة عنده على اللوحة تبعه. يوم أنت بتقارني هاي الفنانين العالميين وبتشوفي أعمالهم مع تاريخهم مسيرة حياتهم، بتحسي إنه في فرق. يعني من لوحة الفنان مثلا تشوفي لوحة ماني، بتحسي الانطباعية، الطبيعة، بتشوفي على ليوناردو، بتشوفي الكتل، يعني كل فنان له نمط خاص بدل على البيئة اللي كان فيها. هاي البيئة تعطيك ثقافة عامة. يعني أنت من في، إذا بدنا نحكي بشكل عموم، يعني عم ندرس تاريخ، التاريخ هو عم يوثق لك أحداث، الفن عم يعطيك صورة. هذا العامل المشترك يعني بين التاريخ واللوحة بشكل عام. أستاذ، هلأ عم نشوف الجيل الجديد منهم أطفال ويافعين حتى كانوا عاملين معرض تشكيلي تراثي بمديرية الثقافة من فترة الأسبوع الماضي. هلأ عم تشوف الأطفال ويافعين كله يعني عندهم هذا الإبداع بمجال الفن التشكيلي. اليوم هذا الجيل الجديد لوين بتشوفه رايح اتجاه هذا الفن؟ هلا نحن، انا بحكي بالعموم بشكل عام، انا عضو مجلس اداره جمعيه الخط العربي. نحن كفنانين من واجبنا نحن ندعم هذا الجيل الجديد، لانه هذا الجيل في عنده طاقات هائله، في عنده حالات رؤيه بصريه مميزه، بدها توعيه بس. هي التوعيه اللي نحن عم نحاول ندعمها، وانا بشوف اي انسان او اي فنان قادر انه يدعم هذا الجيل الجديد، لانه بالنهايه نحن عم نكرس تراثنا ونركز عليه، بحيث انه دائما نظهر الفن التشكيلي السوري باحلى الصور. يعني كثير حلو. اليوم لما بنحكي عن الفن بمختلف انواعه، ان كان الفن التشكيلي بما يضم او النحت او حتى اذا بدنا نقول شعر وثقافه ومختلف النواحي، اليوم كله عم يطرق على تجديد وتحديث. برأيك قد ايه ممكن نحن نجدد ونحدث يمكن تفاصيل صغيرة لكن بتعطي أهمية كتير كبيرة للعمل؟ قد ايه ممكن يلاقي هذا الشيء قبول بين الجمهور، وخاصة الجمهور يمكن المختص أو الجمهور النقدي إذا بدنا نخصص؟ هلا أنا كوجهة نظري، يوم بدي أشوف فنان وفايت بالحداثة، إذا ما له ماضي ما بقبل الحداثة تبعه. يعني الحداثة ما بتطلع انه والله انا جيب لوحة والحش عليها شوية الوان وعلقها على الحيط انه هي حداثة، لا. يعني اذا بدك تفوتي للمنحة الفني الاساسي، التجريد هو من اصعب الفنون. يعني لوحة تجريدية اللي فيها كتل من الالوان عم تشوفيها انت، هي حداثة هي. اذا ما كان الفنان ملم بالثقافة العامة وبالاخراج وبالمسرح وبالاضاءة وتوظيف، يعني هي التكافؤ وتوازن اللوني ضمن بعضه، مو اي فنان مثلا بيقول لك انا عندي لوحة تجريدية معناتها هو صح، لا. اللوحة التجريدية هي يعني نابعة من تجارب كثير للفنان لحتى حسن يوصل لهذا الاختزال. يعني هي بتشوفي عمل تجريدي، كتلة حمراء، قطرة خضراء، كتلة صفراء، بس هي الكتلة الحمراء بتدل على شيء، إلها مدلول في ما وراءها. شوفي يعني بيعطيك ما وراء الصورة. يعني هي الحالات التجريدية اللي الحداثة أنا بشوفها مميزة ومهمة جدا، بس لازم تتوظف بشكل صح.
اذا ما توظفت بشكل صح يعني فينا نقول هي ممكن تكون بتضيع كثير، بتضيع مجتمعات يعني. تمام، فينا نقول هي ممكن تكون خلاصه تجارب الفنان. اكيد اكيد. نعم. اكيد الحداثه هي اختزال لكل شيء يشتغله الفنان. يعني بيوصلوا فكره صغيره. نحن عم نستعرض بعض من لوحاتك على الشاشه، خبرنا هيك اكثر لوحه او اكثر مجموعه لوحات كانت مؤثره من ضمن عناوينها، عن شو بتحكي، شو الافكار يلي كانت بتعبر عنها؟ هلا انا اذا بتاخذي عملي الفني وبتجزئي بيطلع منه 40 50 عمل، يعني كل كتله فيه هي بتدل على حاله. يعني انا بحاول اوظف الكتله وبين الفراغ. شو الحالات يلي سلطت الضوء عليها؟ هلا الحالات، انا اول شيء الحالات انسانيه دائما موظفه ضمن لوحتي، التراث تبعنا، البيئه، الطبيعه، الطبقات الهواء يلي بتدل على الكتل النحتيه اللي فيها البعد الاول والثاني والثالث، يعني بجسد باللوحه كل شيء بيخطر ببالي. يعني انا فيني اختزل كل اللوحه هي اللي فيها عناصر كثير، فيني اختزلها بعنصر واحد واعمل عمل فني، بس انا عندي ذاكره ممتلئه دائما بحب اقحم كل شيء ضمن اللوحه. يمكن ما بتتداخل اللوحات ضمن بعضها، مثلا لوحه مشابهه للثانيه او لا 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 لا. الفكره قريبه من الفكره الثانيه. الاعمال تبعي ممكن اللون بس المشترك بيناتهم، اما غير هيك لا. دائما في بعض الافكار استاذ بشير، ما بعرف اذا بتوافقني الحكي، ممكن تكون هي الاعمال الفنيه طبعا ممكن هي تعكس الواقع، تجسد الواقع. البعض الاخر يمكن بيقول ما في احلى من انه احنا نطلع لواقع افضل، واليوم يعني الحرب اخذت سنوات كثير طويله، فما فينا نحن نتجاهلها باي عمل كان، سواء بالشعر او حتى بالاعمال الفنيه التشكيليه. برايك اليوم ضروره الفن اليوم انه يكون هو جزء من الواقع، او كيف نحن بنحب يكون الواقع؟ هلا الفن هو تاريخ. تمام. يعني التاريخ، الشعوب والحضارات هي يعني نحن عم نعرف الاسرار القديمه من وراء الاعمال الفنيه. يعني عم تتجسد هي الحالات القديمه ضمن لوحه، صوره بصريه عم تجي لعنا، عم نعرف انه شو كان عم يصير وشو كان فيه. يعني هذا الشيء اساسي انا بعتبره. دائما الفن هو تاريخ الشعوب. لا يمكن انه هذا الفن يتجزا، او مهما فات من حداثه، من حروب، من يعني مثلا في كثير لوحات عالميه لبابلو بيكاسو، في لوحات معروفه عالميا. يعني هي عباره عن حضاره وتراث منقول من اجيال لاجيال. بين لوحاتك قديما، من كم سنه انت بلشت، او قد ايه كان عمرك وقت بلشت بالرسم؟ هلا انا بلشت انا صغير ودرست الفن دراسه خاصه وتعبت على حالي كثير، وكان اول لقاء صحفي لي، لا اريد ان اكون رقما، اريد ان اكون مساحه جميله في حالات الابداع. صار في لغط على هذا انه ليش عم تحكي، يا بدي اكون فنان لي بصمه يا اما اكون هاوي. وللاسف هلا معظم الجيل الجديد يلي موجود عم يطلع بقول انا فنان. فنان فرجيني شغلك، فرجيني تجربتك، فرجيني اسلوبك. انا بحترم اي انسان بيمسك قلم وبيرسم، بالعكس هذا فخر لنا وعم يعني ودعم وبندعمه نحن. اما بدي اتظاهر بالفن، الفن مو لعبه بين ايادي الناس. يعني سالتك مشان نلاحظ الفرق والتطور بالتفكير بالابداع، يعني بين انت بتلاقي فرق بين ما بدي اقول لك اول رسمه رسمتها واخر رسمه رسمتها، بين كل فتره وفتره انت قد ايه بتلاقي نسبه التطور، التجديد بالافكار؟ اكيد هلا كل يوم الانسان كل ما يكبر لحظه كل ما بتغير فكره، بتتغير افكاره، ملامحه، تصرفاته، عاداته، هدوءه، وعيه للاخرين. يعني واقعيه، فينا في واقعيه طبعا. يعني انا امبارح غير اليوم، اليوم غير بكره، اجباري، لانه اذا ما في هذا الوعي والنضوج الفكري ما في هذا التطور. انا هذا بشوفه اساسي. وانا اول لوحه رسمتها بتضحك على حالي يعني هلا، لانه كانت بدائيه، برجع بس هي كانت تجربه مهمه بالنسبه لي، علمتني اني كيف ابني لوحه بشكل صح، كيف انتقل من عمل لعمل، كيف الفكره لازم تتوظف ضمن اللوحه. لانه اذا ما في هي التجارب وهي حالات الفشل بالبدايه، ما بظن الانسان بيوصل لمرحله متميز فيها. تمام. بيقولوا دائما الفنان يمكن هو اعلى درجه حساسيه من باقي الناس. مش لاقي مصيبه،
تماما. بس هي يمكن يلي بتعطيه الدافع الاكبر لعمله، هي اللي بتميز حياته وعمله بشكل عام. اذا بتحكي عن هي الفتره يلي يمكن كانت صعبه على كل الناس، الفنان لما بيكون يمكن بفتره ضغط نفسي من كافه الامور، يعني ان كان الامور المعيشيه الحياتيه او حتى يمكن ما بيقدر يسافر لكل مكان لحتى يطلع على هي الثقافات، كيف ممكن ياثر هذا الشيء على الاستاذ بشير اليوم؟ هل هو كان دافع لحتى تعكس يمكن هي التفاصيل الصعبه، او هو يمكن شتتك ببعض الاماكن ويمكن حد شوي من انتاجك الفكري اذا بدنا نقول؟ اكيد. هلا نحن نحكي بالعموم الفنانين مظلومين عنا بسوريا، الاسباب المعيشه، الاسباب الماديه، الظروف، الحالات، وضع البلد يلي صار، يعني تهجروا وكذا، يعني صفى الفنان يا دوبه انه يطالع قوت يومه، يعني انه يطالع مصاريفه. هلا انا بالنسبه لي اثر فيني هذا الشيء، بس انا عندي الاصرار دائما انه البقاء يعني لازم يكون. اذا ما كان في هذا الاصرار للبقاء، انا اذا بدي اقعد بالبيت ما حدا رح يقول لي شو عم تعمل. تمام. لذلك انا تعبت وعم حاول دائما اني كرس هي الموهبه اللي كانت عندي وعم برجع اوظفها بشكل صح. عانيت وتاثرت وسافرت ورحت ورجعت، بس بالنهايه انا عندي هدف، واللي عنده هدف بالحياه اكيد رح يستمر وينجح. يمكن في بعض الفئات استسلمت نوعا ما او يمكن اضطرت بسبب الظروف لترك الفن وتوجه لاعمال اخرى، اليوم شو بتقدم نصيحه يمكن لاي حدا ان كان عنده حلم معين، ان كان ببدايه مشواره، او حتى اللي عنده تجربه كبيره واليوم يمكن صابوا شوي من الاستسلام؟ انا بشوف ومريت بعض اشخاص عندهم هي الحالات، بس انا برايي انه اي انسان قادر لو ال 24 ساعه عنده ضغط فينه ياخذ منهم 10 دقائق ويفرغ حاله للشيء اللي هو بحبه. يعني هي قدره ذاتيه بالانسان، الانسان قادر يغير حياته من لحظه للحظه، وقادر يعمل المستحيل، ومهما كانت الظروف صعبه الا ما في فرص، اذا عرف يستفيد من هالفرص رح يغير حياته 100%. تمام. اما اذا بده يقعد يقول انا وهيك صار، هلا جيل الشباب ملول وفاقد للشغف بصراحه، يعني الوضع بجميع احواله عم ياثر على نفسيه الشباب بشكل مو طبيعي. يلي عنده طموح، يلي عنده حلم، يلي عنده هدف عم يوصل لمرحله من الياس والاحباط تؤدي فيه للاستسلام، يتخلى عن كل شيء ويقعد انه انا يأسان، انا محبط، ما بقى لي نفس اشتغل شيء. مثل ما تفضلت حضرتك انه ما في مردود مادي حتى لأي إبداع أو لأي فن ممكن الواحد يقدر يعيش يعني من خلاله، فهذا الشيء أدى للإحباط ولليأس عند الشباب. اليوم شو هي النصيحة الأهم يلي بتقدمها لكل فنان، لكل حدا عنده إبداع، شو بتقله كيف لحتى يقدر يحافظ على هذا الشغف؟ يعني أنت مريت بمراحل لحظات هبوط وتخطيتها، بس اليوم يمكن النصيحة من خلال تجربة بتجي قيمة، كيف قدرت تتخطى هذا الشيء؟ هذا الكلام ما بينطبق على العموم، يعني هي حالات فردية. في شباب، بس هي الحالات الفردية عندها في شباب أنا بعرفها إمكانياتها جيدة بس مهملة، هي هو مهمل بحق نفسه وبيحمل أغلاط الآخرين، بيحمل أغلاطه وهمومه على الآخرين، إنه الظروف والبلد، وبتلاقي لك يا كل يوم مكان رايح جاي. هذا ما لا يعمم على الجميع. أنا من واجبي وكبشير وبحكيها على العلن، أي شاب بده مساعدة أنا بساعده، ما عندي مشكلة، بيقصدني مرسمي مفتوح وبدون أي مقابل. واثق من نفسي، واثق من إمكانياتي، واثق من تعليمي للآخرين. الحالات اللي حكيتيها هي صح، بس بنرجع بنقول الإصرار هو أساس كل شيء. يعني أنا إذا بدي انحبط وتم متضايق ومزعوج وروح على البيت أقعد، ما حدا رح يقول لي شو بدك، لازم أسعى وأحاول أقيم هذا الحزن، أطلع أتمشى، أتعرف على ناس جدد يوصلوني للمكان الصح. دائما بالاستمرارية في نجاح. يعني أنا لو ما سعيت ما أجيت لعنكم، إذا بديت ما قاعد بالبيت ومسكر تليفوني ما حدا رح يقول لي تعال، يعني هذا المنطق.
كيف بتشوف اليوم واقع الفن التشكيلي بسوريا بشكل عام؟ اليوم ما بدنا نكون كتير سلبيين، في شباب كمان عندهم همة، عندهم إحساس عالي، عندهم تطلع إنه نحن بفترة معينة ورح تمضى رح يجي شيء أفضل. فواقع الفن التشكيلي إذا بدنا نقول سواء من فئة الشباب المقبلين اليوم على الفن التشكيلي وعندهم هذا الشغف وهي روح العطاء، كيف عم بتشوفها؟ هلا ليك أنا لحكيكي بالمنطق وبشفافية، سوريا فيها فنانين ممكن يوصلوا للعالمية، من الكبار، من الأساس المخضرمين، من جيل الشباب، من الموهوبين، بس بدهم ثقة الموهبة، بدهم دعم. أنا بشوف شباب كتير هلأ بالساحة التشكيلية إذا كانوا خريجين فنون أو عاملين دورات وفي دعم اتحاد الفنانين، اللي احنا بنشكر اتحاد الفنانين دائما ما بيقصر، يعني اي حدا بيشوف بده مساعده عم يساعده، وزاره الثقافه نفس الشيء، يعني في دعم نحن من الوزاره والاتحاد. هذا الشيء اساسي جدا، يعني هذا الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه مهم، لانه عندنا الشاب السوري مو بس بالفن مبدع، باي مجال عم تحطيه مبدع. انا طلعت لبرا وشفت يعني مستوى الفن، يعني بيجي عندنا شاب سوري مبتدئ، أنا بوازيه فنان من المخضرمين برا بالخبرة وبالجرأة وبالطرح. بس إحنا بنرجع بنقول الظروف اللي مرت هي عم تحبط بعض حالات، والإمكانيات المادية كمان هي سبب أساسي، بس عنا خامات وأنا متوقع منهم يوصلوا للعالمية. بس برأيك يمكن طبيعة البلد هون إذا بدنا نحكي إن كان كطبيعة عامة مثل بعض الصور اللي شفناها باللوحات اللي قدمتها حضرتك، قديش هي تكون ممكن تكون حافز ومشجع لأفكار يمكن ولوحات ممكن تنطبع بذاكرة آلاف الناس اللي ممكن يزوروا معرض لحضرتك؟ أكيد هذا الشيء. هلأ إحنا بنرجع بنحكي نقطة أساسية كل هذا المختصر اللي حكيناه، هي الحياة مطبات، الفنان مطبات، يعني اليوم في أزمة بكرة ما في أزمة، سوريا المبارح بأزمة اليوم أحسن، بكرة في مطب صغير بعده بيتعافى، نفس الشيء الأشخاص، الفنان، الطبيب، يعني هي المطبات اللي احنا إذا ما عرفنا نتجاوزها ما لح نتم بهاوية، بس أنا بشوف القادم أفضل. أكيد بدنا خلص وقتنا معك وبدنا نشكرك على وجودك وعلى النصائح. شكرا كثير، التوفيق. كل التوفيق لك أستاذ بشير، وشكرا على هذه المساحة يمكن اللطيفة اللي نحن اليوم بحاجتها صراحة بهذا الوقت. شكرا لك، الله يوفقكم. شكرا، أهلا وسهلا.